طيب هرجع تاني لموضوع السرقة لأن هو ده الحدث الأهم دلوقتي واللي كتير من الناس بتعاني منه. وحنقول هل في بعض السيارات الأكثر سرقة من خلال خبرتك في التعامل مع الناس والكليمز اللي بيقدموها ضد السرقة؟ حاليا في ليست أو قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة. أغلب شركات التأمين تفقد أنه هذه السيارات هي الأكثر عرضة للسرقة، وبالتالي تأمينها وارتفع ارتفاع خيالي، ابتداء من الهايلندر، تويوتا هايلندر، السي ار في، الهوندا سي ار في، اللكسس ار اكس، الام دي اكس، الرينج روفر والى اخره، يعني هم حوالي 6-7 سيارات. هذه السيارات ارتفع تامينها بشكل خيالي لانه سرقتها مش طبيعيه، يعني ارقام خياليه، وشركات التامين صارت تعاني كثير وبدأت تفرض شيء جديد على الناس، اللي هو أنه تأمن سيارتك. يعني السؤال حيكون شنو التأمين؟ أنا مأمنها أوريدي. لا، في تأمين إضافي اللي هو الويلينج لوك، عفوا الويل لوك، اللي هو الدرسيون العربية تعمل له لوك، تشتري الستيرينج الستيرينج ويل اللوك اللي هو تشتري عن طريق الأمازون أو عن طريق كنديان تاير، تقفل كل ليلة هذه، تعمل له قفل وتاخذ صوره اول مره تبعثها لشركه التامين تثبت لهم انه انت عندك هذا مع الرسيد حتى يعطوك تخفيض على التامين ولا تامينك حيرتفع كثير. هذا رقم واحد. رقم اثنين الاير تاك، اللي هو اللي تخليه في السياره. يس، ده من امازون برضه، من امازون بالضبط، وتخليه في مكان غير معروف بالسياره. بس هقول لك حاجه، في الشركات شركات السيارات الجديده وبالذات السيارات الجديده بيكون اوريدي عند كل واحد الاب بتاع السياره، فبيكون عارف اللوكيشن بتاعها. المشكله انه اغلب اللي يسرقون السيارات هذه عندهم اطلاع عن مكان التاج تبع الشركه الاصلي. فهمت. فعلى طول ياخذوه من السياره ويرموه بعد السرقه. شركات التامين صارت ما تعترف بهذا الشيء، عاوزه شيء ثاني. فعندها تعاقد مع مثلا مكاتب معينه، مثلا سبيد كلاس اللي هي تغيير زجاج السيارات، مكاتب معينه هذه اعطيهم صلاحيه انه يعملوا انستليشن لهذا التاج للزباين، وبعد ما الزبون يجيب اثبات انه عمل انستليشن او 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 ثبته في السياره في مكان ما غير مكشوف، غير مكشوف، غير معروف، شركه التامين تعطيه تخفيض، والا راح يفرض عليه شيء اسمه سيرتشارج، ارتفاع في التامين لانه ما عنده هذا التاج او ما عنده الستيرنج لوك. تمام.